ولكن قام بواحد الخلية دارها سميتها لا بروباغوند 2. هاد لا بروباغوند 2 واحد المشروع، وهذا المشروع هو اللي خلى إيطاليا تنتفض. شنو هو هذا المشروع؟ أنهم لقاو واحد منين دخلوا أنا بروفي، لقاو في الكوفر فور واحد لا ليست. هاد لا ليست باش نعطيك مثال، هادشي في 81 لقاو 962 اسم اللي كينتميو لهاد لابيدوي لوج غونتوريو. من هاد لي ليست فيها 77 رجال السياسة، ثلاثة الوزراء هذيك الوقت، 44 برلماني، 52 من مدراء الوزراء الوزارات، 208 ديال رجال السلطة وفيهم المخابرات سي اس دي، المهم و 18 كبار من لا هوت ماجيستراتور ديال القضاء، و 49 رجال الابناك، و 120 رجال اعمال منهم على سبيل المثال سيلفيو بيرلوسكوني تنقود اللي هو وصل لموصله، و 27 اهم صحفي. خطوره اللي لقاو شدوا هاد لا ليست، خلعوا هاد لي ماجيسترا بان اسوسياسيون سكري سريه يكون ينتمي لها، والانتماء لهاد لا ماسونري راك كتعطي حياتك، ما يمكنش لك تخرج اكثر من الوطن، لان هذاك اللي جبد سميتو معلقوه قتلوه هذاك كالبي. يعني لقاو واحد الاشكال، وهنا القضاء دخل، دخلوا المناضلين القضاة الشرفاء في ايطاليا وقالوا كيفاش اننا مخترقين دوله في دوله، وهادشي راه بالاحكام بكل شيء. وفيها يعني هاد لا ليست فيها سياسي، المؤسسات الماليه، الابناك، المجتمع المدني، الصحافه، متحكم فيها دايرين اللوج. وانا السؤال ديالي اليوم صراحه، حيت انا ما يقريونيش فيها، ما يقريونيش هادشي طاري في المغرب بالعلالي، يعني التلاميذ ما ناقلينش هادشي مزيان في المغرب. يعني إذا سمحتي متزكي، هاد لا ليست هذه اللي تكلمتي عليها وهذا التكتل وهذا التجمع، شنو كان تيدير في إيطاليا؟ شنو كان الدور ديالو؟ لقاو بأنهم دولة وسط موازية، يعني متحكمين في الاقتصاد، متحكمين في القضاء، يعني الديمقراطية هما كيمشيو. لماذا؟ لأن هاد ديتشو جالي من جاو ليستوار ديالو هو ورا كاع لي كوديتا في جنوب أمريكا باسم لا غوند لوج، راه ماشي شي واحد ساهل. وفي ايطاليا ما قدروش مع اوروبا، ولاو كيديروا باسم الديمقراطيه، باسم الديمقراطيه. حنا عندنا مؤسسات ولكن استغيل، ما كتولدش لك شي حاجه، عندك القانون ما كيعطيك والو، عندك وهما كيديروا ما بغاو، يعني دوله موازيه للنظام. ثانيا الخطير في الامر هو ان الاعلام، عطاو الاعلام واحد الدرجه كبيره، ان خلقوا من الاعلام تفاهه، وهادشي كنشوفو فيه. يعني قال لك حنا خصنا نعطيو معلومات سريعه وتافهه، ما يبقاش بنادم يقلب. ولهذا ملي كنشوفو اليوم في الصيف هذا، انا متبع في ايطاليا دي ماجيسترا كيعطيو محاضرات على الهواء الطلق للشباب على هاد الاحكام اللي طرات. حنا في المغرب قاضي قضاة شرفاء ما عندوش الحق يعبروا، واش هادشي معقول؟ يعني على ما يعطيش تاريخ ديال الاشياء، ما يعطيش محاضره علميه. لهذا ملي كنشوفوا هذا التحكم وهذه الموازات، انا عندي سؤال واحد. انا سمعت بان بون اخنوش كينتمي لا لوج فونتوريو، وهي منظمه سريه وعطاها الولاء بحياته، واش عنده الحق؟ راه ما يمكنش دستوريا يكون هو رئيس الحكومه. نعم، خلينا في ايطاليا، خلينا في ايطاليا. باقي عجبتنا الجلسه في ايطاليا سي محمد. مشينا مشاو القضاه، هاد القضاه منين؟ علاش؟ لان هناك اشخاص كانوا دخلوا بحسن نيه، ملي كتكون شي حاجه كتعرف في ايطاليا، هادو كلهم بينوا وتبرؤوا وتعتقلوا الكثير، وخرج قانون ديال في ايطاليا ممنوع اي منظمه سريه تكون فوق الوطن. اذا سمحنا سي محمد،
إلا سمحتي، لقينا الورقة، لقينا الليستة، لقينا الأسماء، عرفنا بأن عندنا دولة داخل دولة. سنعرفوا بأن إيطاليا عاشت واحد الفترة دموية، لأن علاش؟ لأن كاينين القضاة اللي عرفوا راسهم أنهم غادي يتقتلوا، ومع ذلك خرجوا هاد الملفات للعلن وحاكموا الناس اللي هما ضالعين في هذا العمل الإجرامي، وأداوا ثمن غالي بالأرواح ديالهم. يعني تغيير ماشي غير انا غنمشي معاك. هذه القضيه من فجرات اخ عبد الرحمن، والقضاه خداو على العاتق. هناك قضاه كلهم ماتوا، كانوا لقاو دي زاتونط اللي كانوا طراو في ايطاليا بحال استراجا ديال بولونيا، فيها هاد لا بروباغوند دو التمويه، ماتوا فيها في لاستاسيون ديال الترينات في بولون. المهم بوكو داتونط، حتى الدو مورو القتيل ديالو ما دخلاتش الدوله، خلا واحد ما كانش ينتمي ليهم. بزاف ديال الملفات اللي طلعوا وفي 92 في 91 خرجت لا مان بروب، لقاو الاحزاب السياسيه كلها متورطه وسقطوا كثير لا تعقلتوا في مان بروب، وطرات لا ريبوبليك دو، تبدلات لا ريبوبليك، يعني داروا تصفيه ديال كاع العصابات. نعم. بهذيك الايادي النظيفه، وشكون وراها؟ بقوه القانون، ماشي بقوه شي حاجه خارجه على القانون. حنا ما يمكنش لك شي حد، لماذا جبت ايطاليا؟ لان ايطاليا حضاره رومانيه، حضاره ما يمكنش الواحد ما تقبلاتش اليوم بان واحد المؤسسه تعطيني زود من لوند غتجي تخترق لي تخترقنا. وهذا مثال لينا حنا مغاربه، واش يمكن حنا تمغربي ديالنا يسلطنا شي حد؟ ما يمكنش. غادي نوجه سؤال، غادي نوجه السي محمد سؤال للسي صالحي، سؤال يعني مباشر. واش السي صالحي تظن باننا كمغاربه مخترقون؟ ابسوليومون ابسوليومون، كل شيء واضح بين العمل في الظلمه. بون اخنوش، كل شيء اي بيان بريباري، كل شيء اي بيان et كلشي est mis en place pour اخنوش كذا الوزارات. هو ما عندوش لو كوسيون انتيليكتويل بور اون، هو كما كنسمي انا غير مول بومبا مول بيسمي. جات واحد الوجبه تحط في دوك لي تخوا، عطش المغاربه، عطشهم، نشف لا ناب فرياتيك، اهلك l'air, la destruction des forêts, avec l'agriculture. Donc, si Ghalib al-Hassan Tani, rahimahullah, la politique des barrages pour l'agriculture, pour Adam, avec la pêche hauturière. Oh, il est maintenant chef du gouvernement. Chauve. شحال من واحد غلط، واحد سيمو ليني كنقرا لي كومونتير ديالك، الله